هذه أرضي زيتونتي فانصرفوا، تلك الصرخة التي وجهها أصحاب الأراضي في منطقة وادي الشعير بين نابلس وطول كرم الرافضين لقرارات استملاكها على يد شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني. أقسموا ما يبيعوا الأرض، أقسموا ما يبيعوا الأرض. المزارعون المحتجون اجتمعوا منذ الصباح قادمين من شمال الضفة إلى وسطها ليوصلوا رسالة الرفض لإقامة محاجر ومقالع ومصنع إسمنت على أراضيهم، كون ذلك سيؤدي إلى خراب نحو 50,000 شجرة زيتون وتهديد حوالي 1800 دنم من الأراضي الزراعية الخصبة. كان الأفضل بها أن تستثمر في مناطق سي أولا، وأن تصير حسب القوانين، لأن الذي يحكم والذي يقرر من صاحب القرار في الاستملاك الأراضي هو أصحاب الأراضي، الأشخاص الذين يقومون بزراعة الأرض وحراستها. ناحية صحية، ناحية بيئية، ناحية اقتصادية للزراعة بتنتهي. بنطالب رئيس الوزراء يوقف هذا المشروع في أي طريقة. بدهم ياخذوها كلها وضرر بيئي، بدهم يكلعوا الزيتون، بقول هاي الأرض هزيلة بقولوا عنها. طيب إحنا بنطلب من وزير الزراعة يجي يكشف على الثمر اللي عليه حاليا قبل ما نخرطه، إذا ما عملت 70 30 ومات لازم يعطينا جائزة. يا حمد الله طلوا شوف، يا حمد الله طلوا شوف. وفيما رفع المزارعون أصواتهم قبالة مقر الحكومة برام الله، خرج وزير الحكم المحلي لمقابلتهم والقول إن التنفيذ لن يكون على حساب الأرض وأصحابها. لا يوجد هناك أي وثائق رسمية قدمت لأي وزارة، ولكن أي دراسة ستقدم للوزارات ستدرس بكل دقة، وإذا كان هناك أي أثر بيئي أو اقتصادي أو تنموي يؤثر على المواطنين لن يتم الموافقة عليه. ويتخوف أصحاب الأراضي أن يؤدي المشروع إلى أضرار بيئية وصحية خطيرة عليهم وتدمير المزروعات بسبب الغبار والأدخنة الناتجة عن المصنع والمقالع، وهم يرددون المثل القائل: الزرع للزراع والأرض لأهلها. أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.